في شهر رمضان الكريم تتحسن صحة الصائم، ففيه علاج للكثير من أمراض الجسد كأمراض الجهاز الهضمي والتهاب المعدة وتهيج القولون وسوء الهضم وأمراض الكبد والبدانة وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وخناق الصدر والرب. وبشكل عام فإن الصوم يسهم في هدم الأنسجة المتداعية وقت الصيام ثم إعادة ترميمها من جديد. سبحان الله. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم ونعم علينا به، والله يحفظكم ويحفظ جميعكم.